صباح الورد والفل وياسمين على عيون حضراتكم. صباح جديد دايما بامل جديد يا رب، وحلقه جديده من برنامج صباح الورد. وخلوني ارحب بسمر اللي وحشاني جدا، لان بقى لنا كتير ما ارتقناش على الهواء. اهلا بك يا سمر. صباح الورد يا حسام، الحمد لله على السلامه ومنوره دايما. الله يسلمك، وده نوركم، وانتم كنتوا عاملين شغل هايل الصراحه. وصباح الفل وصباح الورد على كل مشاهدينا. يوم جديد يا رب بامل جديد، وصباح مليان ورد وتفاؤل وكل حاجه حلوه. النهارده عندنا فقرات كتير هنبداها مع حضراتكم بحاجه متعلقه ببطوله الامم الافريقيه اللي هتبدا خلاص طبعا بعد بكره، وكلنا قاعدين كده منتظرين وهنشوف هنشجع فين وهنتفرج فين وحاجات كتير. هيكون معانا النهارده ان شاء الله المخرج والنحات المتميز محمود المصري، محمود اللي نحت تميمه كاس الامم الافريقيه توت، واللي تم طبعا اهدائها للرئيس السيسي. ومحمود هيحكي لنا النهارده بقى كواليس العمل الجميل ده، ايه اللي حصل فيه وايه الوقت القياسي اللي هو عمله فيه ده فعلا وباتقان زي ما حضراتكم شايفين. في نفس الوقت كمان هنعرض اعمال متميزه ليه كتير. محمود المصري واحد من اهم فنانين الصلصال في مصر والوطن العربي، مش بس ابداعاته في تمثال توت اللي انجزه في زمن قياسي، لكن الحقيقه هنشوف ابداعات مختلفه ليه وكتير من الشخصيات العالميه في السينما العالميه كمان هو قام بنحتها، وطبعا حازت على رضا كبير جدا من الجمهور. وحضراتكم هتنبهروا معانا بقد ايه مدى الدقه في النحت. هو كمان اخرج افلام بالصلصال، هنروح معاه بقى في الرحله دي وفنون الصلصال والنحت مع محمود المصري اللي هو كمان من عيله فنيه. هو لسه هقول هو عيله كلهم فنانين بصراحه ما شاء الله، وكلهم متميزين. فاعتقد النهارده هيبقى الحوار يعني مشوق جدا ان احنا نقعد نعرف منه حاجات كتير بقى. العيله كلها احنا بنتكلم على عيله فنيه، فابن الوزع مفاجآت كده واسرار برضو في الفقره دي. اما فقرتنا الثانيه انا وسمر هنكون معاكم مع الضيفه الفنانه الشابه الصاعده بسنت شوقي، وهي وجه صاعد وصاعد بقوه كبيره جدا. يمكن شفناها في رمضان اللي فات في مسلسل قبيل في دور ساره مرات ادم، لو حضراتكم تفتكروا، اللي ماتت دي حقيقه موته وحشه جدا. صحيح. جدا جدا، لكن هي ابدعت في الدور، وكمان ادوارها الماضيه كانت متنوعه ومختلفه ما بين البنت بنت الناس والفتاه الشعبيه، وما بين ايضا الشر وما بين الخير. وشفتوها كمان في بداياتها في تحت السيطره قد الدور المدمنه، هي بتجيد اداء ادوار مختلفه ومتنوعه وبتشتغل على نفسها دايما. والنهارده هتكون معانا بتحكي لنا كواليس قبيل وكواليس كمان اعمالها القادمه. الفقرة الثالثة اللي معانا النهارده هي فقرة مسجلة هنتابع فيها مع حضراتكم حفل ختام مهرجان تريكور للأفلام القصيرة جدا، واللي هنشوف مع بعض فيه الأخبار والكواليس واللقاءات من المهرجان، من بينها طبعا كان لقاء مع الممثلة السورية سوزان نجم الدين اللي نقلتها زميلتنا العزيزة مها بهنسي وكانت منورة هناك. وطبعا مهرجان تريكور هو كان برعاية قناة 10. وشفت طبعا زميله العزيزه مها بهناسي اجرت مجموعه من اللقاءات مع كتير من الفنانين، فتحي عبد الوهاب مع سوسن بدر مع عنتر هلال مع مجموعه. صحيح. من الشعراء والمخرجين والشباب اللي لهم افلام قصيره في مهرجان تريكور، لانه مهتم بالافلام القصيره حوالين القصيره جدا يا حسام، يعني الفيلم لا يتعدى الثلاث دقائق سواء كان دوكيومنتري او فيلم روائي او حتى فيلم دوكيو دراما، كل انواع واشكال الدراما خلينا نقول، بس حاطينها في قالب الافلام القصيره جدا. طيب هنروح كمان قبل ما نكمل معاكم اخبارنا النهارده بالتفاصيل، هنروح نشوف ابرز المنشطات والعناوين في صحف النهارده ونرجع لكم مره ثانيه.
اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن هناخد معاكم من منشطات وعناوين الجرايد، وطبعا الاهتمام كبير جدا بزياره الرئيس السيسي الخارجيه سواء لبيلاروسيا اللي انتهت بالفعل، وهيتوجه بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا الى رومانيا. الزياره اللي ايضا بداها الرئيس الى بيلاروسيا انتهت، ودي كانت طبعا تلبيه من الرئيس لوكاشينكو. وتابعنا مع حضراتكم على مدار الايام الماضيه تغطيه خاصه من قناه تن لايضا فعاليات هذه الزياره وما تم التوقيع فيه من ايضا مذكرات تفاهم وتعاون ما بين البلدين وتنميه لهذه العلاقات اللي اصبحت كبيره ومتناويه منذ زياره لوكاشينكو للقاهره. ايضا بعدها الزياره ستاتي الى رومانيا وتلبيه لدعوه الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، ولزار مصر الحقيقه في فبراير الماضي، ده طبعا لاجراء مباحثات التعاون المشترك ما بين البلدين في كافه المجالات. الزياره طبعا من بدايتها واستمرت يومين في بيلاروسيا، وبعد كده هيكون ايضا هناك يومين اخرين لرومانيا، وهيتم بحث ايضا مجموعه من الاتفاقيات المشتركه، خاصه انه في علاقات تاريخيه وثيقه ما بين رومانيا ومصر بتعود لعام 1906، وكانت في زيارات متبادله على جميع المستويات طوال السنين الماضيه. يمكن الرئيس مبارك زار رومانيا 3 مرات، وايضا كانت في زيارات متبادله لمجلس النواب وايضا اعضاء الوفد التجاري الروماني، وفي مجلس الاعمال المصري الروماني ايضا اللي بيعمل منذ عامين تقريبا، والتجاره وصلت منهم تقريبا لمليار دولار رغم ميل الكفه لرومانيا. صحيح، احنا كمان يا حسام معانا صور خاصه لمغادره سياده الرئيس لبيلاروسيا نعرضها مع حضراتكم حالا على الشاشه، واعتقد زي ما قلنا زي ما حضراتكم شايفين هذه الصور حاليا دي مغادره سياده الرئيس لبيلاروسيا استكمالا بقى لجولته. بنرى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ايضا الرئيس لوكاشينكو رئيس روسيا، والحقيقه كان واضح خطاب الود ما بين الطرفين في هذه الزياره، والرئيس حرص ايضا على ايضا مقابله مجموعه كبيره من الشخصيات الفاعله ايضا في بيلاروسيا والاتفاق على مزيد من التعاون. اصبح لدينا كمان بعثه مقيمه هتكون ان شاء الله في بيلاروسيا بعدما كانت ايضا بتولى مسؤوليه البعثه الدبلوماسيه السفير المصري في روسيا. خلينا ننتقل مع حضراتكم لخبر اخر، واعتقد هو من الاخبار المهمه جدا، لان الامم المتحده اعلنت انها بتتوقع ان عدد سكان العالم هيرتفع باكثر من 3 مليارات فرد قبل نهايه هذا القرن، ده وفقا طبعا لتقرير نشره موقع ديلي ميل، وان اكبر زياده سكانية في بعض البلدان من بينهم مصر والهند والولايات المتحدة. كمان أصدرت شعبة السكان بالأمم المتحدة توقعاتها اللي بتصدرها كل عامين لمعدلات الخصوبة والتغيرات السكانية في جميع أنحاء العالم، توقعت ارتفاع إجمالي عدد السكان إلى 10 مليار و900 مليون فرد بحلول عام 2100، بينما يبلغ عدد سكان العالم حاليا ما يقرب من 7 مليار و700 مليون نسمة، يعني الزياده هتزيد تقريبا حوالي 3 مليارات نسمة، يعني الموضوع كبير. الحقيقه ممكن الناس تكون بتسمع الخبر تقول طب 2100 احنا مش هنبقى موجودين وبتاع، بس الكارثه مش في كده، الكارثه انه مصر الحقيقه ثمر جايه ضمن اكثر الدول توقعا بالزياده السكانيه خلال العقود الثلاثه التاليه، يعني لغايه 2050 بعد بتوقع ان احنا قد نصل ل 150 مليون، يعني مره قد عدد سكان مصر، يعني مره ونص. موضوع خطير جدا. مصر معها بقى مين؟ الهند، نيجيريا، باكستان، جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، واثيوبيا، وامريكا، وتنزانيا، واندونيسيا. طب ما تيجي نعرف تعليقا بقى الخبر ونشوف مدى اهميه هذا الموضوع مع دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان. صباح الورد يا فندم. صباح الورد. صباح الورد يا دكتور، اهلا بحضرتك. تعليق حضرتك على هذا الخبر. طبعا يمكن نقول ان الزياده السكانيه من اكبر المشاكل اللي بتواجه مصر، وهي طبعا مشكله عالميه. لما تقرا التقرير هتلاقي ان في دول في العالم العدد فيها بيتناقص، وفي دول في العالم العدد هيزيد. يمكن التقرير ده بيتكلم عن ان احنا من دلوقتي لغايه 2050 في 9 دول في العالم هتبقى مسؤوله عن نص الزياده السكانيه اللي هتحصل في الفتره دي، ويمكن مصر هتبقى واحده من الدول التسعه. والتقرير برضو كان يمكن من المعلومات اللي لفتها اللي بيتكلم عليها ان عدد سكان الصين هيقل صحيح، وان الصين مش هتبقى هي البلد رقم واحد، البلد رقم واحد هيبقى الهند. وده ماشي برضو مع تقرير كان لسه طالع برضو في 2018 بس من موقع تاني كان اسمه بوبيليشن بيرو، كان بيتكلم برضو
عن أعلى 8 دول في العالم هيحققوا زيادة سكانية في الفترة من 2018 ل 2050، ومصر كانت طالعة سابع أعلى دولة في العالم تحقق زيادة سكانية، كان يمكن بمقدار حوالي إن إحنا هنزيد في الفترة دي التوقع ل 69 مليون ونص نسمة، ويمكن كان حتى الدولة رقم ده لغاية 2050 ولا 2100؟ لا لا 2050 يعني مش 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 هنبقى 150، هنبقى 170 مليون كمان. انا كنت فاكر انه بعض التقارير بتقول 150، انت حضرتك بتقول لي 170. هي التوقع ان احنا يعني 150 155 هي الفتره دي، بس زي ما قلت لك هي دي كلها بتبقى توقعات. توقعات طبعا ان احنا طبعا ان احنا الشغل الاكثر. دكتور عمرو، يعني مدى سلبية هذا الموضوع؟ يعني بعض الناس زي ما حسام بيقول ممكن تبقى شايفة ان طب ايه اهمية موضوع زي ده، وايه يعني لو زدنا، او ايه يعني ده لسه بدري جدا على ما نزيد يعني. مش بدري الحقيقة. لا طبعا هو مش بدري، السبب ان انت في الاخر ما انت بتسيبي لاولادك والاحفادك. صحيح. يعني احنا لما بنتكلم مثلا لو مسكتي نقطة واحدة زي نصيب الفرد من مياه نهر النيل مثلا، لما تقولي ان انا سنة 1959 كان نصيب الفرد اكتر من 2000، دلوقتي نصيب الفرد اقل من 1000. صحيح. لان انا دلوقتي نصيب الفرد بالظبط حوالي اقل من 600، في سنه 2050 نصيب الفرد هيبقى اقل من 400، في 2100 نصيب الفرد هيبقى اقل من 300. يعني شايفه سنه 59 كنت بتكلم عن نصيب الفرد بتكلم على اكتر من 2000 متر مكعب، بقيت دلوقتي اقل من 600. خلي بالك انا اقل من 600 دلوقتي انا في الفقر المائي، لان تعريف الفقر المائي اللي هو اقل من 1000. بعد كده في 2050 هبقى اقل من 400، في 2100 هبقى اقل من 300. طبعا اللي هي ليها حلول، بس حلول مكلفه، ان انت تبداي تدوري ان انت ازاي تحلي الميه، ازاي ان انت تدوري يمكن على تبقى نوع من الزراعه ما يبقاش محتاج كميات ميه كتير. بس احنا نقول ايه، وهي مش الميه فقط، هي متعلقه بالامن الغذائي، متعلقه بالاراضي الزراعيه، متعلقه بالانتاج. ان انت مع الزياده السكانيه دي هتضطر ان انت تبني، قد تضطر انك تبني حتى على الاراضي الزراعيه، فده يؤدي الى تاكل في الاراضي الزراعيه. طب نعمل ايه بقى؟ ايه الحل؟ يعني التقارير دي بتدق ناقوس الخط. روحنا الحقيقه دقيناه من زمان، لكن دلوقتي احنا محتاجين نتحرك بسرعه، وفي اهتمام من القياده على اعلى مستوى في الجمهوريه. لكن هل نتجه بقى ايه النظام زي الصين، بلدين بس وكفى، نحرم المواليد مثلا من بعض الامتيازات اللي فوق اتنين من بعض الامتيازات، لانه ده كانت اتجاهات بيتم مناقشتها مؤخرا. يعني نقول ان التوقع ده بيبقى توقع. خلي بالك احنا يمكن كان عندنا مشكلتنا بقالنا سنين كتير، دايما التوقع اللي بيحط انت بتعمل اعلى منه، ويمكن كان غالبيه دول العالم التوقعات اللي بيتحط كان هم بيدوا لك نتيجه ده الافريج. طبعا يعني ده توقع يعني. ويمكن دايما مشكله في مصر ان كان كل العقود اللي فاتوا كان دايما كل التوقعات اللي بتحط انت بتحقق زياده سكانيه اعلى منها. يمكن احنا في المجلس القومي للسكان كان عندنا كان الاستراتيجيه القوميه للسكان، ولسه كان الانتهاء من التقييم، وبنجتمع دايما اجتماعات دوريه مع الوزارات عشان ان احنا بنناقش كل دور كل وزاره، بحيث ان احنا ان شاء الله نتاكد ان احنا نكون نقدر نحقق خفض معدل الانجاب الكلي. يمكن انت عندنا مشكله في مصر ان كان معدل الانجاب الكلي كان بيحصل انخفاض فيه كان في الثمانينات. يعني انت في سنه 1980 كان معدل الانجاب الكلي في مصر كان 1980 كان 5.3، يعني في المتوسط كل سيده مصريه بتجيب حوالي خمس اطفال. انخفض لغايه بقى 3.5 في 2000. في 2008 كنت 3، وده كان احسن رقم ليك، يعني كل سيده بتجيب 3 اطفال. جت بعد كده المشكله ان انت ان احنا لما عملنا المسح السكاني في 2014 اللي النتائج اعلنت في شهر 5 2015، فوجئت ان الرقم عالي من 3 ل 3.5. يعني حصل رده كانك 14 سنه، ان الرقم اللي انا دلوقتي جبته في 2014 بقى هو اللي انا جبته في سنه 2000. صحيح. على اي حال احنا منتظرين، انا اعتقد ان في حمله بيتم الاعداد ليها هذه الايام، وتحت شعار ولدين وبس او كفايه او اتنين كفايه، اتمنى ان هي تجيب طبعا مع كل التحركات الدوله مع دور الاعلام. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، ومصر من اعلى معدلات صحيح الانجاب في العالم، والاعلى زياده سكانيه في القرن 21.
لازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس، عشان ممكن الناس واخداه باستهانه شويه او بهزار او بضحك او ان العيال عزوه زي ما بنقول، بس اعتقد لازم نشوف بقى على المحيط التاني وعلى المحيط الاخر، وان فعلا ده بيأثر علينا وبيأثر عليا انا كشخص وكفرد وكدخل وككل حاجه، حتى على الولاد اللي بيجوا اكيد بيبقى ليه تأثير سلبي عليهم، اكيد 2 غير لما يبقوا 4 غير لما يبقوا 5 وهكذا. طيب خلينا ننتقل لخبر تاني اخر مع حضراتكم، وان في سيده مجريه اسمها هيلدا تريز اتعودت من زمان على رعايه الشمبانزي في بلاد كتير حول العالم يعني، ومنها كانت حديقه الحيوان بالجيزه، وكانت بتقعد مع الشمبانزي حوالي 10 ساعات متواصله من غير راحه كنوع من تقديم الدعم، وكانت محاوله للوصول لحياه افضل ليهم. تيجي يعني للاسف طبعا كمان يا حسام ان هذه السيده هيلدا رحلت منذ ايام، طبعا البقاء لله. هيلدا تريزا دي بتصنف من اهم خلينا نقول المتعاملين او المربيين السلوكيين صحيح للشمبانزي في العالم. الخبر يبدو طريف لكن الست دي بتقوم بدور كبير جدا. يعني من ابسط الحاجات اللي كانت بتقوم بيها في حديقه الحيوان لما بتبقى في عائلات مختلفه من الشمبانزي، الشمبانزي سلوكهم قريب شويه للانسان وبالتالي فعشان تقدر تعمل تكاثر لازم العائلات المختلفه للشمبانزي دي زي ما بيقولوا بالبلدي كده تولف على بعض. هي بقى ده دورها ان هي تتابع سلوكيات الحيوان عشان يقدروا يخلفوا ويتناسلوا وتكبر الاسره. طب تيجي نشوف التقرير اللي معانا من حديقه الحيوان نرجع لحضراتكم مره ثانيه. اعتادت المجرية هيلدا تيريز على رعاية الشمبانزي بحديقة الحيوان بالجيزة لمدة 10 ساعات متواصلة، وكانت دايما الابتسامة لا تفارق وجهها، وقدرت إنها تخلق مساحة من الود بينهم للتعرف على المشاكل اللي بتعاني منها الحيوانات وكيفية مساعدتهم على عيش حياة أفضل. احنا طبعا تعاوننا مع برضو خبراء أجانب منهم كانت هيلدا، وهيلدا الحقيقة كانت خبيرة بمعنى الكلمة في سلوك هذا الحيوان وإزاي نعمل جروبنج ليه، سواء نقرب ميل من فيميل والتزاوج بتاعهم والحياة بتاعتهم والمود بتاعهم، هل المود بتاعهم والمبادئ دي مناسبة أو مش مناسبة أو في أي حاجة بتؤرق هذا الحيوان. فهيلدا الحقيقة استعنا بيها أكثر من مرة، وجات لنا اخر مره هنا الحقيقه كانت زياره كانت مبسوطه جدا. هيلدا الشغل بتاعها اساسا طيب يعني البقاء لله طبعا، واعتقد فقدنا حد زي ما حسام كان بيقول، يعني الموضوع مش بس مجرد ان حد بيراعي حيوان، دي كانت بتعمل دور مهم جدا حول العالم كله. هي سفيره الانسانيه كانت بتعمل في مؤسسه جود ويل العالميه، وهي مؤسسه مشهوره ايضا بحمايه الحياه البريه في كل العالم، وبالتاكيد رغم ان الموضوع يبان في ظاهره طريف لكنها في الحقيقه بتادي دور انساني جدا انساني في منتهى الاهميه. نروح بقى اللي معاكم للحدث المرتقب ببطولة الأمم الأفريقية والاستعدادات النهائية، بما أنه كمان الافتتاح بعد بكرة فاللجنة أنهت تقريبا استعدادها للحفل، ومصادر مختلفة أكدت أنه الحفل مقرر ليه هيكون وقته تقريبا 17 دقيقة، وتم الإعلان أنه هيكون في أغنية بثلاث لغات هيشارك فيها المطرب المصري الشعبي العالمي حكيم، مع أيضا أحد المطربين السنغاليين وآخر نيجيري، واحد هيغني بالفرنساوي والتاني هيغني بالإنجليزي، بإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل، وهتدور حوالين رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية، وهتبرز يعني مفترض كما فهمنا أنه المستقبل يحمل الكثير لأفريقيا. طيب تعالى ناخد تعليق أكتر على طبعا الحدث المرتقب مع الناقد خالد طلعت. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. هبدأ معاك ممكن من خبر كده قرناه أنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصدر بيان حذر فيه من ارتفاع درجات الحرارة خلال البطولة طبعا اللي هتبدأ بعد بكرة، وصى ببعض التوصيات منها الراحة لمده 3 دقائق في الدقيقه 30 و75 من المباراه، وبعدين احنا ما فهمناش الخبر ده قوي، ده معناها ان يكون في يعني بريك او ريست في وسط الشوط الاول والثاني ولا ايه؟ مظبوط فعلا، وطبعا ده يمكن قرار يعني صادر من الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف، ويمكن تطبق قبل كده في اكثر من بطوله في الدول اللي هي بتبقى فيها درجه الحراره عاليه، ان بيتم توقف المباراه مرتين، مره في منتصف الشوط الاول
ومره في منتصف الشوط الثاني عن طريق حكم المباراه طبعا، وبيتم يمكن يعني لمده دقيقتين ثلاثه بالكثير. اللعيبه بتخرج بتتناول بعض الميه، بتتناول بعض العصير عشان برضو الحراره بالظبط، وبيرجعوا يكملوا ثاني. فده يمكن عرف طبق قبل كده في اكتر من بطوله، يعني ده مش اول مره، ولكن الاتحاد الافريقي اكد عليه ان هو هيطبق كمان في بطوله كاس الامم بسبب ارتفاع درجه الحراره طبعا في فتره الصيف. احنا بنلعب من 21/6 لغايه 19/7، فبتبقى درجه الحراره مرتفعه في مصر عاليه شويه. طيب خلينا نعرف من حضرتك برضو، يعني احنا خلاص يعني باقي يومين، الايام معدوده والساعات كلنا بنحسبها من دلوقتي، اخر الاستعدادات اللي انتهت منها بقى خاصه يعني بالمنتخب اللي انهى كمان معسكره التدريبي في برج العرب وجي القاهره، ايه اللي هيتم بقى في الساعات الفاصله دي؟ طبعا خلاص احنا بنتكلم دلوقتي في العد التنازلي طبعا للبطوله، حدث مهم جدا على المستويين، يعني على المستوى الرياضي والكروي زي ما حضرتك قلت منتخب مصر بيستعد بقوه. يعني البطوله لما بتقام في ارضك بيبقى انت عندك لازم رغبه في انك تفوز بكاس البطوله، يعني لو بطوله بتقام خارج مصر ممكن بتقول ممكن نوصل دور الثمانيه قبل النهائي، لكن وانس ان البطوله بتقام في ملعبك وسط جماهيرك بتزداد سقف الطموح طبعا، والناس كلها بتبقى عايزه المنتخب يحقق البطوله. اعتقد المنتخب استعد واهدى وانهى استعداداته طبعا في برج العرب، مباراتين وديتين، المباراه الاولى امام تنزانيا وقدر يفوز 1-0، المباراه الثانيه كانت امام غينيا وفاز 3-1. اعتقد ان مستر خفير اجادي المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر استقر خلاص يمكن على التشكيله الاساسيه لمنتخب القوام الرئيسي من خلال المباراتين دول، وخلاص يعني كل اللعيبه على هبه الاستعداد الحمد لله. المعسكر انتهى بنجاح، ما فيش اصابات، ما فيش اي مشاكل، وان شاء الله منتخب مصر جاهز للمنافسه بقوه على كاس البطوله باذن الله ان شاء الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي خالد طلعت، وجاهزين وكلنا واقفين بقى شجع بلدك، واقفين ورا منتخبنا وعايزين نعمل تشجيع عالي بقى. ان شاء الله الفراعنة يكونوا على موعد مع التاريخ سواء في اللعب او في التنظيم. قبل ما نروح معاكم الفاصل يمكن هنشوف ابرز فعاليات مصر النهارده، وبعدين نرجع لكم مره ثانيه. بعد ما شفنا ابرز الفعاليات في مصر النهارده خلينا نروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع في اولى فقراتنا، وهيبقى معانا فقره عن كواليس صناعه تميمه كاس الامم الافريقيه توت مع المخرج والنحات يعني المبهر اللي هيبسطنا جدا في فقرتنا النهارده محمود المصري. انتظرونا.